أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين في نشرتنا الجوية لهذا اليوم. الأجواء اليوم أجواء معتدلة وهناك تشكلات بعض السحب. كانت هناك سحب ممطرة بدأت في فجر اليوم على بعض المناطق الغربية وكذلك المناطق الشمالية. أمطار خفيفة كانت متفرقة ومتوقع أن تستمر فرص الأمطار إن شاء الله خلال أيام القليلة القادمة على فترات متقطعة وكذلك بكميات متفاوتة. فرص الأمطار الآن ضعفت تدريجيا، راح ترجع ويانا إن شاء الله في مساء يوم القدم مع تقدم نظام جوي قادم من جهة الجنوب الغربي من شبه الجزيرة العربية، راح يؤدي ويانا إلى أمطار متفرقة خلال الأيام القليلة القادمة. الأجواء الحالية في مدينة الكويت السماء غائمة جزئيا، استمرار في الرياح الجنوبية الشرقية سرعتها 8 كيلومتر في الساعة، درجة الحرارة الحالية 29 درجة مئوية، كذلك الرطوبة مرتفعة نوعا ما 50%، الرؤية الأفقية لا تزال جيدة تتجاوز 10 كيلو. تتأثر دولة الكويت في امتداد منخفض حراري المنخفض السوداني الموسمي أدى لتكونات السحب على شمال المملكة العربية السعودية كذلك المناطق الغربية من دولة الكويت. متوقع أن يستمر ويانا خلال أيام القليلة القادمة وكذلك فرص أمطار شمال دولة الكويت أيضا في المناطق الغربية راح تأثر على دولة الكويت إن شاء الله خلال يوم صباح يوم الثلاثاء. الأجواء متوقعة في منتصف هذه الليلة أجواء معتدلة خاصة على المناطق الغربية من البلاد، متوقع أن تصل درجة الحرارة في منطقة شقاي وسالمي 23 درجة مئوية مع استمرار الرياح الجنوبية الشرقية معتدلة السرعة. أما المناطق الساحلية متوقع أن تكون هناك رطوبة نسبية خاصة على المناطق الجنوبية الشرقية وكذلك الجزر مع استمرار الرياح الجنوبية الشرقية معتدلة السرعة، كذلك درجات الحرارة متفاوتة ما بين 26 و27 درجة مئوية. مع بداية دخول ساعات الصباح الأولى متوقع أن تراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 21 و23 درجة مئوية، كذلك في تكونات بعض السحب خاصة على بعض المناطق الغربية من البلاد. ابتداء من مساء يوم غدا راح تبدأ كميات السحب بزيادة مع استمرار الرياح الجنوبية الشرقية، كذلك الارتفاع نسبة الرطوبة خاصة في طبقات الجو العليا. كذلك ابتداء من منتصف نهار يوم الغد مع تحول الرياح للرياح الشرقية راح نلاحظ أو نحس خاصة في المناطق الساحلية من البلاد ارتفاع نسبي في الرطوبة النسبية وأيضا الجزر، درجات الحرارة راح تكون متفاوتة ما بين 31 إلى 28 درجة مئوية في المناطق الشرقية والجزر. أما المناطق الغربية منطقة شقاي والسالمي 32 درجة مئوية. أما بالنسبة للأجواء المتوقعة البحرية خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله أجواء معتدلة، متوقع أن تراوح ارتفاع الموج ما بين 2 إلى 4 أقدام، التيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 4:45، موعد شروق الشمس الساعة 6:07، أما بالنسبة لأذان المغرب الساعة 4:57. بالنسبة للطقس المتوقع لمدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا بمشيئة الله مع فرص لتكون السحب الممطرة خاصة في يوم الثلاثاء والأربعاء، هناك تكونات بعض السحب الرعدية وأمطار رعدية متفرقة باكر إن شاء الله مع استمرار الرياح الجنوبية الشرقية. راح تكون هناك فرص الأمطار ابتداء من مساء يوم غدا مع اعتدال في الرياح الجنوبية الشرقية ما بين 15 إلى 35. يوم الثلاثاء والأربعاء كذلك في صباح يوم الخميس راح تتهيئ فرص لتكون السحب الرعدية خاصة في آخر ساعات النهار، متوقع أن تكون فرص الأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة في بعض مناطق البلاد مع استمرار الرياح الجنوبية الشرقية، قد تكون هناك هبات ورياح نشطة بفعل تكون السحب الرعدية قد تصل إلى 45 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة في نهاية عطلة هذا الأسبوع من 31 إلى 28 درجة مئوية، فرص الأمطار كذلك راح تستمر ويانا إلى يوم الجمعة ولكن على فترات متقطعة وكميات خفيفة إن شاء الله. أعزائي المشاهدين أشكركم على حسن المتابعة والآن نأخذكم في جولة مع درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية.